أهلا بكم. بعد اختطاف استمر ساعات لرأس الحكومة الليبية، تمكنت مجموعة مسلحة موالية للنظام من تحرير رئيس الوزراء علي زيدان من قبضة ميليشيا تنتمي إلى ما يسمى المجلس الأعلى لثوار ليبيا، والتي اعتبرت احتجاز زيدان اليوم جاء ردا طبيعيا على تصريحات الخارجية الأمريكية التي اعترفت بمساعدة طرابلس في إلقاء القبض على العضو البارز في تنظيم القاعدة أبو أنس الليبي. إلى ذلك قال زيدان خلال اجتماع بثته إحدى القنوات المحلية بعد الإفراج عنه إن الليبيين يحتاجون إلى الحكمة السياسية في الوقت الراهن بعيدا عن العنف، معتبرا أن عملية اختطافه تدخل ضمن المماحكة السياسية. أتمنى مجددا أن نعالج هذا الأمر بالحكمة وبالعقل، بعيد عن التوتر، بعيد عن بعيد عن تصعيد الأمور وما يقتضي من معالجة. لا شك أن الأمر فيه كثير من الأقوال التي قيلت. أود أن أطمن السادة الأجانب في ليبيا أن هذا الأمر تم في إطار المماحكات السياسية الليبية. في إطار المماحكات السياسية الليبية، والأجانب ليسوا مستهدفين،